أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل ليلا والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية نهاري مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد سنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم.